هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، وسط أعمال تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين والبنية التحتية. وخلال الاقتحام المتواصل، اتخذ الاحتلال من أحد المباني مكانا لاستجواب والتحقيق مع الشبان الفلسطينيين. مراسلنا حافظ أبو صبرة واكب الاقتحام واقترب من المبنى الذي تحول إلى معتقل، وعاد بالتقرير التالي. هنا في هذا الموقع الاحتلال حول المبنى إلى مركز للتحقيق والاستجواب الميداني. مئات المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلوا من داخل مخيم طول كرم كما تشاهدون في الصورة، معصوبي الأعين ومقيدي الأقدام والأرجل، ومن ثم يتم إجراء عملية تحقيقات ميدانية واستجوابهم بشكل ميداني في هذا المبنى الذي جرى تحويله إلى نقطة للاستجواب، ويتعرضون داخل المبنى إلى الاعتداء بالضرب الشديد والتنكيل. هذا وفقا لشهادات قالها لنا أكثر من شاب فلسطيني جرى الإفراج عنه. مئات الشبان الذين تم اعتقالهم من داخل مخيم طول كرم وصلوا إلى هذه المنطقة عبر ناقلات الجند المنتشرة أمام المبنى، وتمت عملية التحقيق معهم بشكل ميداني، ومن ثم جرى الإفراج عن بعضهم، فيما يقول الاحتلال بأنه حتى هذه اللحظة، حتى لحظة تصوير هذا التقرير، اعتقل 15 مواطنا فلسطينيا من داخل مخيم طول كرم، أما البقية فجرى الإفراج عنهم بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم، والعشرات من الشبان وصلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت مصابين جراء هذا الاعتداء بالضرب. الصورة تتحدث، وهنا يتم جلب المزيد من المعتقلين الفلسطينيين. إذن يواصل الاحتلال عدوانه في طول كرم لليوم الثاني على التوالي، والمشهد الأبرز ما يجري هنا، عمليات اعتقال العشرات بل المئات من المواطنين الفلسطينيين الذين يجرى جلبهم إلى هذا الموقع الذي تم تحويله إلى مركز للتحقيق والاستجواب الميداني. هنا يصل الشبان الفلسطينيين معصوبي الأعين مقيدي الأقدام والأرجل، يتعرضون لعملية استجواب ميدانية على وقع التنكيل والتحقيق والضرب، ومن ثم يجري الإفراج عن بعضهم، والكثير من الذين أفرج عنهم جرى إرسالهم إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بعد أن أصيبوا جراء تعرضهم للضرب الشديد. من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.